من قناعات المجتمع عامة أن يسعى المترفون لتلبية احتياجات المتعففين الضرورية فقط، لكن في إحدى مدن ألعاب البصرة تكفل أحد المواطنين بتوفير كماليات الرفاهية لعينة من الأطفال الأيتام. أولى خطواته الاستعانة بعناصر طوعية، ومن ثم شراء الهدايا وبطاقات الملاهي. نعمل فقط للأيتام والعوائل المتعففة. اليوم تقريبا أكثر من 25 طفل راح تكون هدايا، وبالإضافة إلى كسوة عيد. متفضلين هم أصحاب المتنزه، فتحوا لنا الأبواب مجانا مع توفير بطاقات الألعاب لكل الأطفال. إدارة مدينة الألعاب التي تم اختيارها مكانا لترفيه الأيتام تعاطفت مع المواطن صاحب الفكرة لتشاركه بعض لوازم اليوم الترفيهي لهؤلاء، تعاطف خاص ولدى استفسار لدى المتطوعين بخصوص دور الجهات الحكومية لرعاية الأيتام المتضاعف عددهم يوما بعد آخر نتيجة الإفرازات لما بعد 2003. ما جاي يبذلون ويانا مساعدة ذاتية ومعنوية بنفس الوقت، يعني تلاحم تكاتف الريف. نطالب من أسعد العيداني بعد إحنا محافظنا، نطالب الدعم بعد باقي العوائل ودعم المؤسسات المجتمع المدني. نعم إحنا نحاول نوفر ولو جزء قليل يعني، بس نحاول نساعدهم كل شتى الطرق يعني، وتوفير أيضا الفرص لعوائلهم لسد حاجتهم يعني. ولم تكن هذه الخطوة الوحيدة لمبادرات أبناء البصرة والمنظمات المدنية هنا، فقد سبقتها مبادرة توزيع السلة الغذائية لآلاف العوائل، إضافة إلى انتظار اليوم الذي يسبق العيد والذي سيتم خلاله كسوة 9000 يتيم ومتعفف، أرقام تؤشر بخطورة الإهمال الحكومي لعينة من المجتمع تحتاج للرعاية والاهتمام تجنبا لسلوك الطرق المظلمة في المستقبل القريب. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.